استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجينا ريشكين الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهد المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي نارشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر التوتر الاقليمي الى جانب التطرق لعدد من القضايا الافريقيه وملفات مكافحه الارهاب ومستجدات الاوضاع الدوليه لا سيما في اوكرانيا وافغانستان واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد استعراض الجهود المصريه لتهدئه الاوضاع في المنطقه من خلال التواصل مع كافه الاطراف مع تاكيد رؤيه مصر بضروره الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزه وانفاذ المساعدات الانسانيه بكميات كافيه باعتبار ذلك الخطوه الاساسيه لنزع فتيل التوتر الاقليمي مع التشديد على اهميه التوصل الى تسويه عادله وشامله للقضيه الفلسطينيه واقامه الدوله الفلسطينيه على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وقد تم تاكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات بما يحقق المصالح المشتركه للبلدين والشعبين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخيه متميزه.